شوف الواحد ياتي برشا المهام ويعطيونا كل حال كنت دخل يعطيونا عرض حاله. طيشها من 200 فربطوا هاك لوحلو لي مينون. في إطار مكافحة الجريمة الحضرية نظم أمن ولاية باتنا عملية مداهمات تمس جميع أحياء مدينة باتنا منها المعروفة بأوكار الجريمة. تم تسخير لهذه العملية جميع الإمكانيات المادية والبشرية الكافية. خلال هذه العملية كما كنتم تلاحظون تم تسجيل عدة قضايا وجرائم منها ترويج واستهلاك المخدرات والممنوعات، حمل سلاح أبيض بدون مبرر، ممارسة نشاط تجارية بدون رخصة، واستغلال محلات تجارية لممارسة قمار وترويج المشروبات الكحولية.